انت بتتكلم في ميناء عملاق يقدر يطلع كل المنتجات اللي بتطلع، سواء كان تعدين او منتجات زراعيه. الكلام ده مش معمول لدلوقتي. الرئيس السيسي يعلن عن خطه غير مسبوقه لتنميه سيناء، ويحذر من ان المعركه ضد الارهاب لم تنتهي بعد. شكري ينقل للرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر. تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بعد استشهاد فلسطيني وإصابة المئات في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش. نشرة أخبار جديدة تأتيكم من النيل للأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطة التنمية والتطوير في سيناء هي خطة تنموية غير مسبوقة تضع ميناء العريش على خريطة الموانئ العالمية. في يوم زي ده، يوم عظيم، يعني إن احنا نقف دقيقة حداد، وأيضا تقدير واحترام لأرواح شهدائنا، كل شهدائنا، شهداء مصر، من الجيش، من الشرطة، من القضاء، من أبناء سيناء، كل اللي ضحوا من أجل إن احنا نقف النهاردة الوقفة ديت عشان نقول بداية جديدة لأرضنا اللي كادت تفقد مننا. يعني بالوقوف دقيقة حدادا وتوجيه تحية اعتزاز وتقدير لأرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة والقضاء وأبناء سيناء الذين قضوا خلال حرب الدولة ضد الإرهاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي يدشن من الإسماعيلية مرحلة جديدة من مراحل النصر والعبور نحو تنمية سيناء بتفقد اصطفاف المعدات والآليات التي تستعد لشق طريقها نحو البناء والعمران على كل شبر من أرض الفيروز. أكثر من 610 مليارات جنيه أنفقتها وخصصتها الدولة لتنمية سيناء في كافة القطاعات والمحاور، ومنها البنية التحتية والإسكان والطرق والموانئ، فضلا عن الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية وغيرها. لكن الرئيس أصدر توجيهات واضحة قبل البدء في المرحلة الجديدة من تنمية سيناء، وقبل أن تعمل محركات المعدات والآليات التي تستعد للانطلاق نحو هدفها. الأولى للعمل معانا كل طبعا شركات المولات الموجودة في مصر طبعا، لكن الأولى طبعا هم الشركات أبناء سيناء، يعني على أساس أن هم طبعا لأن طبعا هم اشتغلوا معانا في ظروف أصعب كتير وكانوا موجودين. صحيح معدلاتنا ما كانتش زي ما بنحلم، لكن ده كان طبيعة الظرف، يعني كان هو اللي فرض علينا. فإن شاء الله هم الأولى طبعا في كل الأعمال اللي موجودة، وأرجو إن احنا نعوض الكل اللي احنا كنا بنتمناه ونخلصه في أسرع وقت ممكن خلال فترة زمنية قليلة. إن شاء الله نطمن الأول إن احنا عملية إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات اللي كانت موجودة في حتت كتير، يعني ونطمن إنها بقت تمام، ونكمل شغلنا اللي يخلص نخش نشتغل فيه ونبتدي نعمل فيه شغلنا. النقطة الثالثة، احنا بنتكلم في تخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى وهيئة المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الري ووزارة الزراعة، كل الوزارات كانت مشتركة معانا في الموضوع دوت. احنا بنتكلم على تخطيط يعني بقوله لكل المصريين، مش تخطيط متواضع يعني، لا لا. احنا بنتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا 600-700 ألف فدان إجمالي الأراضي الزراعية اللي المفروض ان احنا نتمنى ان على اخر السنه دي، مش كده يا احمد؟ على اخر السنه دي، على اخر السنه دي تكون المايه موجوده سواء من المحسمه او من محطه بحر البقر والخط البث الناقل ده اللي كنا احنا
عايزين نشتغل نخلصه في اسرع وقت ممكن. دلوقتي ما بقاش في مشكله، نقدر نقول النهارده ان هيبقى في كميه اراضي نقدر انها تدخل للانتاج على نهايه السنه دي ان شاء الله. انا بتكلم هنا على سيناء. واكد الرئيس السيسي ان الارهاب كان يمثل تحديا كبيرا امام سير الحياه الطبيعيه في سيناء، هذا التحدي الذي تغلبت عليه الدوله بفضل تكاتف ابنائها ووحدتهم، مشددا على ان الحرب على الارهاب لم تنتهي بعد، خاصه مع انتشار الاخبار المغلوطه والاكاذيب لعرقله عمليه التنميه الشامله في مصر. الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياه، مش التنميه بس، الحياه، حياه الناس، لان مفيش امان، الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشه. يعني لو الناس عايشه في مكان ومفيش في امان، الناس ما تبقاش عايشه. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الجيش والشرطه، وبفضل ايضا ابناء سيناء. لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المساله. احنا بقى لنا 8 سنين او 9 سنين بنعمل ده. كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد استعرض خلال كلمته خطة الدولة لتنمية سيناء في عدد كبير من القطاعات الخدمية والتنموية. لما حصرنا حجم الاستثمارات اللي منفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء لوحدها، وهنا أنا مش رابط مع اللي بيتم في إقليم قناة السويس ومع المنطقة الاقتصادية، أنا بتكلم فقط على شبه جزيرة سيناء، بنتكلم على 610 مليار جنيه مصري فعلا انفقت وبتنفق النهارده على التنميه المتكامله لسيناء. لو اتكلمنا على التنميه العمرانيه، وهنا يمكن كان اهم شيء، ودي كان يعني الرؤيه الثاقبه اللي نبدا بيها، هو ازاي الربط الكامل ما بين غرب قناه السويس وشرق قناه السويس او اقليم سيناء. وده كان من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور اللي هي بنعتبرها شرايين التنمية، اللي تربط من أقصى شرق مصر إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري اللي بقت بمثابة فعلا هي دي روابط لعملية التنمية. أما رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي فقد أوضح أنه تم تنفيذ 460 مشروعا في سيناء بتكلفة بلغت 480 مليار جنيه. واعتبارا من 30 يوليو 2014 تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، والتي بلغت إجماليها 460 مشروع بتكلفة إجمالية 480 مليار جنيه. شملت جميع المجالات التنمية في سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ 340 مشروع، وجاري تنفيذ 102 مشروع، ومخطط تنفيذ 18 مشروع. كان الرئيس السيسي قد كرم مجموعة من المتميزين من أبناء سيناء الذين قدموا خدمات جليلة لأهالي المنطقة، على الرغم مما واجهوه من تهديدات من العناصر الإرهابية. وقد أجرى الرئيس السيسي جولة تفقد خلالها اصطفاف المعدات والآليات التي تستعد للانطلاق نحو سيناء، حاملة مشاعل البناء والتنمية والعمران لجزء غال من أرض الوطن. على رشوان النيل. وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الليلة الماضية إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل زيارة عمل لدولة قطر. يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والمالية والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة موفد النيل حمادة العربي. حمادة، أهم اللقاءات المدرجة على أجندة زيارة رئيس الوزراء إلى قطر. حمادة، الصوت يتقطع، لو تقف في مكان جودة الإشارة فيه أفضل من المكان الذي تتواجد فيه حاليا. حمادة تسمعني؟ الصوت غير واضح، سنحاول معاودة الاتصال بك مرة ثانية حتى يتسنى لنا الاستماع إليك بوضوح.
أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن بالغ شكره لمصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الخارجية سامح شكري، حيث نقل الوزير شكري رسالة تضامن ومؤازرة من مصر حكومة وشعبا إلى الأشقاء في سوريا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد. وعقب لقائه مع الرئيس السوري التقى شكري نظيره السوري فيصل المقداد بمقر وزارة الخارجية السورية، وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية إلى دمشق منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011. وتأتي زيارة وزير الخارجية إلى كل من سوريا وتركيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس الخبير في العلاقات الدولية. دكتور حامد، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة لوزير الخارجية المصري إلى سوريا في هذا التوقيت بتوجيهات من الرئيس السيسي؟ أهلا بك شهاب، وأهلا بك السادة مشاهدي النيل الأخبار. طبعا زيارة مهمة جدا وبتأكيد في توقيت دقيق وحساس، وهي رسالة ضمنية من القيادة السياسية المصرية بتضامنها الكبير مع الشعب السوري والشعب التركي بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 50,000 شخص. وبالتالي هذه الزيارة تعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية حقيقية من قبل الدولة المصرية لوقوف جانب الأشقاء في الدولتين والعمل بكل قوة على إزالة الآثار النفسية والإنسانية التي حدثت نتيجة هذا الزلزال. أيضا هذه الزيارة تأتي بعد حراك سياسي كبير، وبالتالي من الممكن جدا أن يكون هناك نوع من أنواع التقارب في الفترة القادمة للعمل على رفع المعاناة عن الشعب السوري، خاصة أن الأزمة في سوريا من الناحية السياسية مستمرة أكثر من 12 عام. طيب دكتور حامد، على ضوء الأزمة السورية المستمرة في سوريا كما ذكرت منذ 12 عاما، هل مع هذا التقارب العربي مع سوريا في هذا التوقيت بسبب الزلزال كانت هناك دعوات في الأوساط العربية إلى عودة سوريا مرة أخرى إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وكان هناك بعض الأطراف العربية الأخرى ترفض هذه العودة؟ في رأيك على ضوء هذا التقارب الذي حصل على وقع الزلزال الذي حصل في سوريا وتركيا، هل من الممكن أن تكون هذه الخطوات تفتح طريق أو تدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية وإلى الحضن العربي مرة أخرى؟ سؤال مهم جدا استاذ شهاب، لان حان الوقت او ان الاوان لعوده سوريا مره اخرى الى الحضن العربي والى مقعدها في جامعه الدول العربيه، لان هذه الازمه لن تستمر الى ما لا نهايه. وبالتالي الدول العربيه ومن خلال التحركات التي حدثت بعد الزلزال تظهر ان هناك نوايا حسنه تجاه عوده سوريا الى الجامعه العربيه، خاصه اننا نشاهد زياره مهمه للبرلمان العربي الى سوريا ولقائه ب الرئيس بشار الاسد، وهي دلاله واضحه على ان هناك تحركا عربيا في اتجاه التقارب مع الجانب السوري، خاصه ان سوريا تعاني بشكل كبير ولن تترك فريسه لقوى اقليميه اخرى تسعى لعبث للامن القومي العربي من خلال سوريا. وبالتالي استقرار الاوضاع في سوريا هو الشغل الشاغل في الفتره القادمه للعمل على حلحله المشهد المعقد وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2254. تمام، شكرا لك دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. وفي إطار التقارب العربي السوري، قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن زيارة وفد رؤساء البرلمانات العربية إلى دمشق جاءت لتأكيد الدعم والتضامن مع الشعب السوري الشقيق لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر. في تضامن جديد مع سوريا في كارثة الزلزال، جاءت زيارة وفد رؤساء البرلمانات العربية إلى دمشق
بهدف التضامن مع سوريا في هذه الأزمة، من بينهم رئيس مجلس النواب في مصر المستشار الدكتور حنفي جبالي. الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء رؤساء البرلمانات العربية شدد على أن هذه الزيارة تعني الكثير بالنسبة للشعب السوري، لأنها تعطي مؤشرا على وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة. ولفت الرئيس السوري إلى أن هذه الزيارة تؤكد أن هناك مؤسسات عربية فاعلة قادرة في مختلف الظروف على أخذ زمام المبادرة والتحرك لصالح الشعوب العربية، معربا عن الشكر للاستجابة السريعة التي أظهرتها الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي لمساعدة الشعب السوري في تجاوز آثار الزلزال. من جانبه قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن الوفد جاء إلى سوريا باسم جميع أعضاء الاتحاد ليؤكد للشعب السوري في خطوة عملية الوقوف والتضامن مع سوريا التي فتحت أبوابها لكل العرب في مختلف المراحل، وأهمية العمل على جميع المستويات من أجل عودة دمشق لممارسة دورها الفاعل في محيطها العربي. دعم الشقيقة سوريا والوقوف معها ومع شعبها وتقديم كل الإمكانيات وتذليل كل العقبات لتجاوز الأزمات وآخرها أزمة الزلزال الذي نتقدم لكم بأحر التعازي والمواساة، ولفقدان ناس أبرياء راحوا جراء هذا الزلزال هذا الحادث المؤلم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. بدورهم أكد أعضاء الوفود البرلمانية العربية الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن ليتجاوز الشعب السوري هذه المحنة، لأن سوريا لم تنقطع يوما عن خدمة قضايا الشعوب العربية، معتبرين أن الشعب السوري قادر على تجاوز آثار الزلزال. استشهد فلسطيني وأصيب المئات جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة جنوب نابلس وعدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة الأخرى. وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز الجنوبية لمحافظة نابلس في شمال الضفة بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطنين في البلدة. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز بشكل كامل وسط انتشار مكثف لها في حوارة، في حين انتقل عدوان المستوطنين الإسرائيليين من نابلس إلى محافظات جنين وسلفيت وأريحة. نابلس تشتعل بل وتنبئ تطورات الأوضاع فيها وفي بقية مدن الضفة الغربية المحتلة بمزيد من التوتر بسبب تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بعد رفض حكومة نتنياهو كل دعوات التهدئة. نابلس شهدت الأحد هجوم المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال وإحراق مستوطنين منازل فلسطينية في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات وإطلاق جنود الاحتلال النار والغاز المسيل للدموع وإصابة أكثر من 100 فلسطيني. هجوم المستوطنين تسعى ليشمل حرق ما يزيد على 100 سيارة، حتى إن سيارات الإسعاف لم تسلم من اعتداءات المستوطنين. هدوء نابلس خرقته عملية عسكرية إسرائيلية جرت الأربعاء الماضي أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 80 آخرين بالرصاص الحي. أعقب ذلك مقتل إسرائيليين اثنين في بلدة حوارة، فيما يبدو أنه رد على العملية العسكرية. ومنذ مطلع العام أدت أعمال العنف والمواجهات إلى استشهاد 62 فلسطينيا ومقتل 11 إسرائيليا وفق مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية. ويقول مراقبون إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تدفع الموقف إلى مزيد من التصعيد والفوضى في الضفة الغربية بعد منحها وزير الأمن القومي إتمار بن غفير صلاحيات واسعة وتعهدها بمواصلة التوسع في بناء مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويذهب المتابعون للشأن الفلسطيني إلى أن سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الاحتلال لن تدفع الفلسطينيين إلا لمزيد من الصمود في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية،
وسط تحذيرات من أن نهج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية قد يقود إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. في ختام اجتماع في مدينة العقبة الساحلية جنوبي الأردن، تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول ليبيا، يقدم خلالها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إحاطة عن التطورات السياسية والأمنية والإنسانية تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في البلاد. وقال موقع الأمم المتحدة إن باتيلي سيطلع مجلس الأمن على جهوده لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة للانتخابات. ويسعى باتيلي إلى الحصول على دعم مجلس الأمن لخطته، وقد ينتج عن الجلسة بيان صحفي للإعلان عن اعتماد تفاصيل الخطة. فشل المجلس الأعلى للدولة بليبيا للمرة الرابعة في التصويت على التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه. وقال خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي إنه كان يرغب بإصدار التعديل الدستوري قبل أن يلجأ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى آليات بديلة وتدويل القضية الليبية. للمرة الرابعة على التوالي فشل المجلس الأعلى للدولة بليبيا في التصويت على التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه في خطوة ستزيد من تعطيل انتقال البلاد نحو إجراء الانتخابات. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لم يستطع تمرير التعديل 13 للإعلان الدستوري الذي يحظى بتأييد من قوى سياسية داخلية تعتبره حلا أمثل لخروج الأزمة الليبية من عنق الزجاجة. رغم تأييد رئيس مجلس الدولة خالد المشري للإعلان الدستوري المعدل وموافقة 68 عضوا إلى أن 54 عضوا أعلنوا تحفظهم لتؤجل الجلسة إلى موعد جديد. نقاط الخلاف بين المؤيدين والمعارضين انحصرت حول شروط ترشح الرئيس المقبل وبعض البنود المتعلقة بصلاحيات مجلس الأمة المقترح بغرفتيه النواب والشيوخ. ويؤكد المؤيدون في مجلس الدولة الليبي أن الإعلان الدستوري المعدل يعطي ضمانات في حدها الأدنى للأطراف السياسية في كافة أنحاء البلاد، ويضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن، معتبرين أن المستفيد من تعطيل المسار الدستوري هم من يريدون البقاء في السلطة. أما الرافضون فيرون أن التعديل يمنح صلاحيات واسعة للرئيس المقبل، ويغفل شروط ترشح الرئيس المقبل وصياغتها بشكل واضح، كما يتحفظون على مادة تشير إلى أن الانتخابات البرلمانية كأنها لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية. ويتضمن التعديل الدستوري 13 34 مادة تتناول تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يتشكل مجلس الأمة الليبي من غرفتين، الأولى مجلس النواب ومقرها بنغازي، والثانية مجلس الشيوخ ومقرها طرابلس، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد مباشرة من الشعب الليبي يكون له صلاحيات تكليف أو إقالة الحكومة. كما يتضمن التعديل الدستوري اختصاصات السلطة التنفيذية وطريقة مساءلتها ومحاسبتها، ويضم حكما انتقاليا بشأن انتخابات الرئيس ومجلس الأمة خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم بلاده لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا ودعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا. زيارة غير مسبوقة من مسؤول سعودي رفيع إلى أوكرانيا تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، فالزيارة التي تتزامن مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني أكد خلالها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم بلاده لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية ودعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا. والمملكة حريصة أيضا بشكل كبير على دعم كل ما من شأنه الإسهام في خفض حدة التوتر والتصعيد والوصول إلى حل سلمي لهذه الحرب. ونحن في الموقع السعودي لنا لدينا قناعة راسخة أن أي نهاية للحرب يجب أن يكون بالحوار ويجب أن يكون على طاولة المفاوضات في إطار مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتطرقت مناقشات وزير الخارجية السعودي إلى بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي مع كييف وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. الرئيس الأوكراني عبر بدوره عن تقديره لزيارة وزير الخارجية السعودي والتي تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 عقود، إلى جانب التنويه عن دور الرياض في التوصل لصفقات تبادل الأسرى مع روسيا. نحن نرحب بكم كثيرا ونعبر عن سعادتنا باستقبالكم، وأود أن أعبر عن أهمية هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما. مشاهدينا الكرام، نتابع تقريرا عن أو تصريحات لوزير الخارجية سامح. نعمل دائما على تضامن والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب السوري، ونتطلع بأن تتجاوز سوريا الآثار المترتبة على هذا الزلزال، وسوف نستمر في توفير ما نستطيع من مساعدات إنسانية. هذا الزلزال وما أتى به من آثار كان محل ألم وانزعاج شديد من قبل الشعب المصري، وسوف نأخذ من هذا مجال لتكثيف جهودنا لتوفير هذه المساعدات. حتى الآن قدمت مصر ما يزيد عن 1500 طن من المساعدات، ونتطلع إلى ما قد تحتاجه سوريا. ووصلت أيضا مع معالي الوزير للاطلاع على الجهود المبذولة من الدول الأخرى من قبل الأمم المتحدة، ما طلعت به الحكومة السورية في تخفيف الأعباء على كافة المواطنين السوريين، وإن شاء الله سوف نستمر في التواصل من أجل هذا الجهد الإنساني الضروري في هذه الأونة. أي انفتاح عربي على مصر يفقد قيمته، أي انفتاح عربي على سوريا يفقد قيمته ما لم تبصم مصر عليه. لماذا لا تعيدون العلاقات مع سوريا إلى سابق عهدها معالي الوزير، خصوصا أن السوريين ربما يقدرون كثيرا زيارتكم اليوم على اعتبار أن مصر تحظى بمحبة كبيرة في السوريين؟ الشعب السوري له مكانته لدى الشعب المصري، والهدف من هذه الزيارة هو هدف في المقام الأول إنساني لنقل التضامن على مستوى القيادة ومستوى الحكومة ومستوى الشعب المصري للشعب السوري. تصور في هذه المحن نحن نتعامل على أرضية ما يربطنا من أواصر إنسانية، هذا هو ما نركز عليه في المرحلة الحالية. هل تطرق عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ سيد واحد الخطوات المصرية هل هناك حديث عودة سوريا كما أكدت؟ فنحن على أتم استعداد بما لدينا من موارد أن نوفر كل سبل الدعم الإنساني لمؤازرة
أشقائنا في سوريا، وهذا سوف يتم بالتنسيق الكامل كما كان من منذ البداية مع الحكومة السورية ووفقا للأولويات التي تحددها. شكرا. تابعنا مشاهدينا الكرام تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري من العاصمة السورية دمشق عقب انتهاء مباحثاته مع وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، والذي أشار إلى أن مصر قدمت حتى الآن لسوريا 1500 طن من المساعدات للتخفيف من التداعيات التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا منذ أيام. أيضا أشار إلى أن الهدف الأول أو الهدف في المقام الأول من هذه الزيارة هو هدف إنساني لمساعدة سوريا والتنسيق مع الحكومة السورية لبحث الآليات والسبل للتخفيف عن الشعب السوري جراء الأزمة التي أحاطت به بسبب الزلزال. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. أنت بتتكلم في ميناء عملاق يقدر يطلع كل المنتجات اللي بتطلع، سواء كان تعدين أو منتجات زراعية، الكلام ده مش معمول لدلوقتي. الرئيس السيسي يعلن عن خطة غير مسبوقة لتنمية سيناء ويحذر من أن المعركة ضد الإرهاب لم تنتهي بعد. شكري ينقل للرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر. تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بعد استشهاد فلسطيني وإصابة المئات في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، على رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء.